والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. إن شاء الله هنشرح النهاردة طريقة عمل التايموندوس من جوتن. الأول بنأسس الجدار، بعد أساس المعجون والبطانة وكده بندهن اللون اللي إحنا عاوزينه، أي لون طبعاً إحنا عاوزينه. بندهنه وجهين أو ثلاثة، اللي عنده الجدار يبقى مية واحدة مستوي مفيش فيه أي بطشات باينة أو أي حاجة. وبندهنه بلاستيك مطفي من أساس الجوتن الفينو ماستيك. بعد ما نخلص البطاقة بنلزق ورق على السقف عشان السقف مشطب طبعا، وبنلزق ورق على الشفافون برضو على الجدار من هنا، بنغلف الغرفة كلها، بنلزق الوزرة تحت، بنلزق كل حاجة علشان هنرشه بالمسدس إن شاء الله، ونروح وقت نقلب الدايموندز ونرشه ونوريكم الطريقة. عندنا الدايموندوس بيبقى في العلبة كده، علبة صغيرة اهو، دايموندوس من تصميمات ليدي. هنفتحه نقلبه، بعد كده عندنا المادة اللي زي اللؤلؤ البودر بتاعه، الدايموندوس بودر، هنفتحها كده وهنفضيها على العلبة دي، فضيها كلها بودرة. ايوه فضي البودرة كلها، قلب هنفضيها كلها ونقلبها كويس، نقلبها كويس خالص يعني لعند ما تنسجم مع بعضها، وبعد كده نزودها نقطة مية بسيطة ونرش بالمسدس. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما خفينا دورنا الدايموندوس بنعبيه في المسدس، بنبدأ ايه نسمي الله كده ونرش على طول. ده دايموندوس. انا خلصت كده خلصت كده، رشيت الجدار كله من فوق لتحت لغايه ما وقفتش في النص ولا حاجه. ممكن تقف عادي مفيش مشكله، ممكن ترش كده يعني انا بفضل ان انا ارش الجنب كله عشان يظبط معايا حتى واحده ما يبقاش فيه فوته من المسدس هنا، ما يبقاش فيه اي حاجه. انا بخلص كل وش وارجع عليه وش ثاني، بطلع وش ثالث عشان ازود الماس اللي فيه او اللمعه اللي فيه، عادي ما عنديش اي مشكله خالص يعني، ما فيش اي مشكله. هرش ابدا ارش بقى الوش الثاني بنفس الطريقه.
كده انا خلصت الجنب كله رش. طبعا في ثوابت في الرش معروفة، طبعا ايدك فتحة المسدس تكون مفتوحة الشمسية، ما تكونش صاروخ، تكون ايدك بعيدة عن الجدار بمسافة بعيدة علشان ما يكبش منك. طبعا زي ما انتم شايفين، وطبعا وانت بتقلب الدايموندس بتحط قيمة كوباية شاي كده بس عشان يطلع. هو طبعا سريع الجفاف، وزي ما انتم شايفين كده في لمعة الألماس، حاجة جميلة جدا. طبعا جوتن مش محتاجة ان احنا نتكلم عنها، الأولى في الدهانات في العالم، ومنتجاتها طبعا جميلة. وده الدايموندس شرحناه ليكم، وأي استفسار أو أي حاجة احنا في الخدمة. أخوكم محمد المعداوي بمساعدة الأخ محمد طلعت والأستاذ أحمد الحسنين المعداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.